نصيحة سربت لرئيس تيار المرضى سليمان الفرنجي مفادها عدم الإقدام على أي خطوة كالانسحاب من السباق الرئاسي إلا بعد مفاوضات مع الجهة التي رشحته من أجل الحصول على ضمانات حول المرحلة المقبلة لجهة تأمين حضور في السلطة والإدارة وفق ما أورد موقع لبنان ديبيت. وفي المعلومات التي أوردها لبنان فايلز أنه تردد في الكواليس السياسية خبر لا تنفيه مصادر مطلعة على الحراك الرئاسي، فإن الأخير حدد أمام المعنيين بالاستحقاق الرئاسي 3 شروط لانسحابه من المعركة، وهي قد تكون بحسب المصادر التعجيزية: أولها أعطاء حصة وزيرين لفرنجية في حكومات العهد المقبل، وثانيها تمويل المرضى والمؤسسات الاجتماعية والخدماتية التابعة له من قبل قطر بهدف استمرار الرجل بالزخم نفسه من الخدمات. أما الشرط الثالث فيتمثل بتعهد من قبل الدول المعنية بالملف الرئاسي اللبناني برفع العقوبات عن الوزير السابق يوسف فنيانوس. بدورها لفتت أوساط سياسية بارزة وفق صحيفة الديار إلى أن ما يعرقل التقدم على الساحة اللبنانية، إضافة إلى الدخول الأمريكي الفج على خط المبادرة الفرنسية والمساندة السعودية للموقف الأمريكي، هو التأثير السعودي الأمريكي على حلفائهما في لبنان، وهم يتعمدون إقفال الأبواب أمام أي محاولات جدية لإيجاد مخارج للانتخابات الرئاسية التي تشكل مدخلاً للبدء بالنقاشات الجدية لحل الأزمات الأخرى، وهؤلاء الحلفاء هم من يفضلون الانتظار لتبلور الصفقة المنتظرة لأنها برأيهم ستقلب موازين القوى في المنطقة وسيكون لها انعكاس على الساحة اللبنانية، الأمر الذي لا يجعل للثنائي وتحديداً الحزب مصلحة في منح جوائز مجانية نتيجة اختلال هذا الميزان، وبرأيهم يبقى الأفضل انتظار التحولات الكبرى ليبنى على الشيء مقتضاه. يأتي ذلك في وقت بات الثنائي الشيعي أكثر تشدداً في الملف الرئاسي، على اعتبار أن أي تنازلات في هذا التوقيت ستكون رسالة ضعف غير مقترنة بالوقائع. وإذا كان التطبيع قاب قوسين أو أدنى، فهذا يعني حتماً أن الحزب سيتمسك أكثر بمواقفه لتحصين الوضع الداخلي وحماية مراكز القوى الرسمية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية من الخيارات الخاطئة التي كلفت كثيراً في الماضي. ولهذا تبدو الأمور معقدة للغاية، وتبقى الخشية من دفع الأمور نحو التوتر الأمني لمحاولة الضغط باتجاه حلول لا يمكن تمريرها على البارد.